1 2. هلو، اسمي سارة، عمري 10 سنين، أدرس في الصف الرابع ابتدائي. ما أعرف إيش قد عمري، بين 9 وبين 10. هوايتي أعزف على البيانو وأرسم على مزاجية. شو وقت ما أريد أرسم أرسم، شو وقت ما أريد أعزف أعزف. قدرت توصل بعزفها إلى شارع المتنبي، استضافوها بأكثر من مهرجان، تم تكريمها من قبل رابطة الأدباء شعراء المتنبي. تعلمت العزف من خلال متابعة اليوتيوب بدون دورة ولا مدرسة. يعني متى صغيرة تحب آلة البيانو، فقلت لي بابا اشتري لي آلة بيانو، فوفرت لها آلة بسيطة يعني متواضعة. متطوعة في كثير من الفرق والنشاطات الكثيرة، منها رسم الابتسامة على أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع السعادة. فأني همات أعطيت دروس موسيقى ورسم. إن شاء الله راح أبقى أدعمها وأبقى أساندها بموهبتها، وبالدرجة الأولى هو مستواها العلمي. لو ماما ما بابا لا، أني لا شيء. أنا أطلب من كل الأهالي أن يعطون حرية للأطفال، يعني إذا حرية ماكو يعني الطفل ما له أي شيء بالحياة. يعني هوايتي إنه أريد أعلم الأطفال، أعيدهم ويصيرون من يكبرون يصيرون شيء عالمي. وإن شاء الله يا ربي الله يسهل أمري ويرزقني وأقدر أوفر لها الآلة الموسيقية اللي تحبها، اللي هي آلة الأورج الحقيقية وليس اللعبة.